تقع عزلة نقل الصحراء بين محافظتي عدن ولحج، وتتميز بجبالها الشاهقة، ولا تزال فيها الكثير من العادات والتقاليد المتوارثة منذ القدم نتعرف عليها. يظل الإنسان مرتهنا بعادته وتقاليده، خصوصا في المناطق الجبلية الريفية المعزولة غالبا عن المناطق الحضرية، والتي قد تمتزج فيها العادات والتقاليد بالتمدن الحضاري. حديث اليوم في رحلتنا السياحية مع عزلة الصحراء المؤدية في طريقها إلى محافظتي لحج وعدن، عزلة تميزت بجبالها الشامخة وزراعة الحلص وعاداتها وتقاليدها الخاصة. المنطقة تشتهر بارتفاع جبالها كما تشاهدون مرتفعة، والسيول برضو تساقط السيول بالمواسم تتساقط بشكل غزير كبير جدا، تكاد أن تكرف يعني تأخذ كثير من الأحوال والأراضي الزراعية والهذه. تمام، تشتهر برضو بمنطقتنا بشجر الحلص أو العلفق هذا اللي نسميه. في هذه المنطقة لا يوجد أجمل من الفرحة بالزواج بتقاليد تتوارثها الأجيال وطقوس تعارف عليها أبناء المنطقة. وبمراحله التقليدية يبدأ الزفاف بدقات المرفع والطاسة ورقصات البرع التي تدخل البهجة على نفوس الحاضرين. ليلة ما قبل اليوم الأول على العرس يحدث التمسية، هذه الضربة يعني إعلان العرس. عاداتنا الطبيعية توارثناها أبا عن جد بالكرم والقبيلة واستقبال الضيوف في الأعراس خاصة والمناسبات، ثم بالعاداتنا وتقاليدنا ما فيش جديد، يعني كل شيء ما توارثناه عن الدين الإسلامي، يعني من استقبال الضيف، إكرام الضيف، التآلف فيما بيننا. التمسية تبدأ في اليوم الأول إذانا ايش القدوم او الاعلام الناس القدوم على العرس، يعني في المنطقه اللي نحن فيه. فاذا بداوا الناس سالوا يتجمعوا مثمين تمسيه هي يعني ضربه يعني برع في البرع طبعا مع من طبعا مع الطاسه والمرفع طبعا هذا اللي عندنا اللي يعني طاسه يضربوا، يعني في عده ضربات، يعني في برع وفي رقص. الزواج هنا فرحة يتشاركها الجميع، لذا فمراحله متعددة وبعضها مثيرة للغاية، منها غسل العريس ورفد العرسان بمبالغ مالية حسب المستطاع وعمل الوليمة وغيرها الكثير، مما يجسد تلاحما بين أفراد المجتمع. يوم العرس يأتي قبل حضور الضيوف للغداء، نعمل الغسل هذا ونخرج العروسين بقبة ونزفهم إلى مكان محدد ونفاس يتجمع الناس فيه في الغسل، ثم يتجمع الناس فيرقمون بالفلوس مساعدة للعريس لما يؤديه العمال الطباخين واللي يضربوا الطبل وهكذا. فأنا كل واحد يؤدي لقدر اللي يستطيع عليه لمساعدة العريس في مصاريف العرس، ثم بعد ذلك يأتي وقت الغداء نتغدى ونرجع إلى المقيال والتحدث فيما بيننا وانتهى العرس بيوم الحمد لله. في اليمن ورغم صعوبة الوضع لا يزال لفرحة الزواج مكان بين الناس بمشاركة الحاضرين بعاداتهم وتقاليدهم.